ما صدق ان كل اشياءهم حلوه بس كل واحد ياخذ على كاريزمته. كم كم بارك الله فيك حمار الكارقه. لا لا يا هلا مرحبا فيكم قناتكم على اليوتيوب الخطاف سيسترز وتحديدا هاشتاج الشعب الخطافي. اوكي سو هذا الفيديو يا جماعه راح نسوي مليون مره فيديو انبوكسينج حق موقع شي ان. سيا دايما خطاف سيستر معودينكم يسوون فتح صندوق شي ان. ليش؟ لان شي ان عندهم كل يوم قطع جديده واكثر موقع مواكب للموضه، في وايد اشياء متميزه وكل يوم تنزل اشياء جديده مثل ما قالت حصه. والحلو فيه ان خطافيه تحب كل القسم، يعني عادي جدا والله البس تيشرت من قسم الرياي. ايه عادي محلله كل الاقسام الموجوده بالموقع، وانا وايد احب سكشن البيوت وايد احبه انه في شموع في اشياء تزين واماكن وغيرها. ففي اطفال نساء ديكور رجال، فكل شيء تبونه داخل هذا الابلكيشن. والحلو فيه انه اونلاين حيل سهل، يعني حتى لو احد صغير بالسن يمسكه راح يفهم لانه حيل بسيط ومبسطين لكم اياه يعني لابعد مدى. والحلو ان القطعه توصل لكم لبيت. اوكي يا جماعه هذا هو الانبوكسنج. لو عنده الكرتون الكبير كثير وانا الكرتون الصغير. قبل ما نفتح هذا البوكسين الخطاف سيسترز يبون يباركون حق شي ان بمناسبه مرور 11 عام على انشاء الموقع. بمناسبة هذا الشيء الجبار القوي يا جماعة شي ان راح يسوون 60% اقوى خصم جبار لا يطوفكم. وفوق كل هذا عندنا خصم خاص احنا كالخطاف سيستر، تقدرون تستخدمون كود الخصم اللي موجود هنا عشان فوق 60% هم تطلع لكم خصومات. يعني خيال بعد 11 سنة هذا يمكن اقوى فيديو. يعني هذا الخصم فوق خصم، هذا ايه المفروض صدق تستقلونه يا جماعة، ايش بخاطركم تشترونه؟ فرصتكم والله عندهم اشياء قوية حق البيت هالفترة منزلينها. سو الحين راح نخليكم فقرة الانبوكسينج، يمكن هي احلى فقرة، وراح نشوف شنو طلبنا مع بعض. الحلو فيه تدري شنو؟ ان انت تكونين طالبة قبلها تقريبا هم ياخذون بين الست ايام الى 14 يوم، فنقول مثلا لو افترضنا ان ب 10 ايام 14 يوم وصل انتوا ناسين شوي شنو طالبين. احس اني راح تشوك. تشوكون والله. سي الله اتمنى ما نتخربط نفس كل مرة نتخربط انا وياك. لا لا انا عارفة خصوصا الجاكيت لو سمحتي. يلا اشتط وايد لا تشتط وتيبس لي حلجك هالشكل. يا جماعة شوفوا هذا الجاكيت شي ابيض سادة ومعاه ربطة وايد حبيتها لانها عريضة والخامش تويا حق الشتاء. وانا سويت لك رفت كبير تصنع. اللي بعده انا راح ابتدي بالجواتي لان خطابية تموت على شيء اسمه جواتي، وهالمرة شريط ابيض قلبيني انا اموت على الجواتي. نار 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 ان شاء الله. هذا الابيض الاسود هذا شنو؟ اوه ماي جاد يموت يا جماعة. شوفوا شلون انا احب الكعب الصغير وكذي ابي فخام. حلو ابي طبعا حلو بس هذا كل التايم كذي كل التايم كذي. هذا كان من احلامي والله. ايش دعوة انا بس والله العظيم انه ما لقيت شي يعني كعب صغير. عجيب خل شوف انا ايش عندي. فخام مقر. لا لا انا عارفه خصوصا الجاكيت لو سمحتي. يلا بليزر احمر يموت 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 يموت. ايش عندك ماخذ احمر؟ مو من عادتي لان اتذكر لما فازات يا بس احمر وايد كنت وصلتي بس عيونهم. الظاهر مع سيارتي مو عشان جاكيت احمر. يا جماعه نكته 2019 نهايتها وايد سامجه. سامجه ولا ديايه؟ سخافه 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 سخافه. ابا طلع برا. يا جماعة البلوفر نار. هذا بلوفر؟ من كثر ما تمسين بلوفرات بحياتك. البليزر نار. تترى اتوقع مالي قمردينو. ايه قمردينو واو هزيله وديله. تترى هذا جاكيت انا كنت شاريته من شي ان قبل فترة. هني جهة بيضاء. ابيض. ايه ما كنت ولا رديته لك؟ المفروض رديته. إيه فشريت مره ثانيه لون ثاني لانه فخم واحسه حلو حق الشتاء لان الوانه شتويه بس هو الخامه تلبس صيف وشتاء. عجيب مع الربطه مالته. حتى صورت لكم قلت اي شريته مالته. اي والله لا مالي. فانا يلا يا رب الابيض. شوف كله نفس ستايل. لا مو نفس ستايل. يعني تحبين تشوفين صح؟ يا جماعه لحظه شكله وايد كبير على الريف بس بجرب. مناسب بس شويه كبير عادي انا احتياطا. هذا سبعه؟ اي سبع لان الناس انا وايد اقرا كومنتات وايد استفيد من الكومنتات. اي والله
اوكي اتوقع هذا مالي. جاكيت بيج والله كنا مالي. يلا عاد اي مالي مالي لا اجيب لا لا مالي. زين والله مالته. شوفوا التفاصيل كذي جاكيت كامل. ايه خل اقول شنو فكرته مني انا. هذه فكرته هو يعني جاكيت طويل مع الحزام. ترى اذا كذبتي نسوي احنا سكان هذا لا شوي. بس كل جواتي اخر جوتي. هذا النار ابيض هذا اللي ناطرته انا. قلت يلا يا ربي وصل صندل كاب كاب. شوف شلون يا جماعه شلون ما تعرف تلبسين اصلا. اي كذي كذي ابي نار. شو يا جماعة يموت يموت فخم فخم. حلو هذا خشب. ايه ايه انا ادقق اخذ اي شيء. لا والله ايه ما صدق ان كل اشياءهم حلوة بس كل واحد ياخذ على كريزمته. كم كم بارك الله فيك حمار الكارقة. لا لا الحين بسم الله الرحمن الرحيم. فيك الله لوفري 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 من قسم الشباب. اطلع بارك الشباب. اطلع برا ابي خفيف عجيب يا جماعه. بس بصير رحتي لنا ثقيل. لا هذا خفيف ابي اشوفه. شوف شوف شلون نزل بسرعه خفته. بيبي يا بايبا اصلا مكتوب بيب بيب. اي بس خطاها يقول يا بايبا. ابي يا جماعه فخامه الدنيا على الارض. انا الحين شيء ابيض همن همن بليزر وايد حلو. شوفوا شي مخطط. انا وايد احب هذا الستايل من وايد احب كذي ستايلات مع الحزام ماله. فكله ترى مو شرط تلبسون الحزام عادي تحطين اي تصير تحطين حزام سادي او تلبسين حتى بدون حزام تبطلينه. يلا ها هذا مالك. اه والله طبعا هاي الالوان مو الواني كل ما اشوف لون غريب اعطيك. يا جماعه البليزر البنفسجي لانه ما اتوقع عندي بليزر وشريت منهم ذيك المره بلوفر كاهون. اوكي شوفوا بلوفر بنفسجي بس ما عندي بليزر بنفسجي. ابي خامته نار ثقيله وقويه يعني اللي صدق ماتيريال حلو. هذا مات البوتم. الله انعمتي انت ين الله خليك طبعا طاعوا لنا ابي تموت تينن تقطر جمال. والله اني اجوات الفيديو اللي طافت طلبت اشياء تتشابه. انا ابي يا جماعه حق الناس في ناس وايد تقول هم مريحين ولا بس شيء على ابو النار رخيصه. لا صدق احنا نلبس وايد هم رخاص ويعني يعني ملابسهم رخاص وهم ماتيريال مو بس شيء كذبان. هذا وايد حلو فخم عجيبين احبهم. تترى ما عرفت هذا مالي. ابوي انا مشتهي البس كذي ستايل. اوكي القطعه قبل الاخيره. انا اتوقع مالي. المهم انا احس مالي. المهم هذا جاكيت طلبته وايد يعني وفي شيء احساسي يقول زين مع هذا الحزام. الحين خلاص ترى لا اخر قطعه اتوقع. شنو طالبه كل شيء غلطت انا شيء حق البيت من الهوم. ايه ترى عشان انا الحين عندي طاوله مالت المكياج هذا اللي فوق اللي سويت لي اياها حق غرفتي. ايه بالروم تور اللي بالمستقبل راح اسويها. صدوق يقسم الاشياء يعني مثلا عود ادون القطن احطهم حق المكياج حتى تقدر يصير بس انا عشان خواتم مو مسابح. مسابح وخواتم واكب مسابح وخواتم. والحين راح نبدي فقرة شلون نطلب من شيئين لأن وايد ناس ما يعرفون يطلبون منه. فهذا هو التلفون. الحين راح ادش الابلكيشن واوريكم مثلا نختار كم قطعة وراح نحطهم بالسلة. بعد السلة راح نوريكم وين مكان الكود اللي تقدرون فوق الخصم اللي ما سوي لكم اياه تحطون الكوبون مالنا اللي هو موجود هني راح تستخدمونه بمكان الكود. سويا اوكي. سو الحين راح ندخل الابلكيشن راح نعلمكم او بشكل عام بسرعة شيء على السريع نعلمكم طريقة سهلة شلون تطلبون من شيء. اوكي سو اول شيء تلقون كل الاقسام من ومن كل الاقسام الموجوده في شيئن. واذا ما لقيتوا كل الاقسام تقدرون تروحون حق هذه اللي هو عليها الخيارات نفسها اللي راح تحصلون فيها التفاصيل يعني مثل بطرانات مقسمه نفانيف بروح القمصان أيوة. وغيرها تقدرون تلقون هذا بيوتي تلقون هوم اللي هو الالكتروني تخيلوا حتى الالكترونيات تقدرون تشترون كفر حق تلفوناتكم في وايد اشياء مثلا خدش وومن ندش الاشياء اللي توها واصله اول نيو فيو اول نقدر بما انه جاي نشته مثلا ابي هذا اللي هو البادي. اوكي في منه الوان وايد تقدرون تشوفون منه كل الالوان مثلا عجبني اللون الاحمر احط اكس سمول اور سمول كل واحد وعلى مقاسه
بعدين احط اد تو باج. حلوين راح الباج مثلا اروح جواتي جواتي ايوه جوه والله جواتي ومن شو اول نيو اول كان شوز في باج ابغى كل شيء مثلا عاجبني هالجوتي بما ان ليش الحين طقم اوكي نحط 37 نحط اد تو باج روحي هون نروح هون اوكي مثلا شبشف او الديباج ما ايش تقولون يا جماعه اكتبوا لي الكومنتات شنو تسمونه كمبل شو تسمونه شرشف اوكي الاصفريكا الله نار انا ليش ما شفتها هذا شوفي على الرموش اي نار المهم مثلا حطينا ثلاث اشياء في اللي هي السله بعدها راح نضغط تشيك اوت وبعدها راح تدخلون الايميل والباسورد او تسجلون وتربطون عن طريق الفيسبوك لان اسهل لكم وتضغطون عشان ما تقولون تسجلون من الاول بعد ما تسجلون كل التفاصيل راح تطلع لكم هذه الصفحه تحطون تقدرون تدفعون عن طريق الثلاث اشياء الكاش او البطاقه او حتى البرامج الثانيه والحلو بعد يتمون يوصل لكم بسرعه في شيء اسمه اكسبريس شيبينج اللي هو يوصل بسرعه او تحطون التوصيل العادي فلا تنسوا فوق الخصم اللي هم سووا لكم اياه عندنا هذا الكوبون اذا خطاش تسوون نحط الكوبون هذا من خلال اللي هو الكوبون كود تضغطون عليه وتكتبون هني الكود اللي موجود هني تحطونه هني فراح يصير فوق الخصم خصم زياده بعدها تضغطون موافق وتكملون البيانات وتقدرون كذي تطلبون سويا كومبليت يور اوردر اكثر سؤال 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 يوصل لنا كم يوم ياخذ على ما يوصل لكم الطلب بشين من 6 ايام الى 14 يوم يعني من اسبوع الى اسبوعين تقريبا هو على حسب يعني انتم موجودين فبالغالب يكون هم سريع وقلت لكم تقدرون تستخدمون خيار الوصول السريع وفوق كل هذا فوق كل هذا شي ان مدلعينكم مناسبة مرور 11 سنة حاطين لكم هدية وين؟ لازم تضيفونه من خلال الانستغرام هذا عشان تربحون 900 دولار تخيلوا ملابس 900 دولار او اشياء وانتم تختارونها بكيفكم فلازم تضيفونه على انستغرامهم هم وبالنهاية اتمنى عجبكم الفيديو والقطع اللي اخترناها مع بعض فبالنهاية لا تنسون تسوون سبسكرايبكم ولا تنسون تستخدمون الكود 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 الخصم اللي موجود هني عشان تاخذون فوق الخصم اللي موجود خصم سويا بالنهاية لا تنسون تسوون سبسكرايب لايك كومنت وشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والسلام